بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تصحيح اختبار للأولى ثانوي للفصل الثالث رقم 5 الخاص بجذع مشترك علوم والتكنولوجيا، حيث قال المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس او اي جي. قال ولتكن دالتا ام مجموعه النقط ام ذات الاحداثيات اكس وايكغ من المستوي الذي يحقق ام اكس زائد ام ناقص 1 في ايكغ زائد 2 يساوي 0، حيث هذا ام وسيط حقيقي او عدد حقيقي. قال واحد بين ام من اجل كل ام يمسح ار، يعني ام ينتمي الى ار، فان دالتا ام هذا يبقى مستقيم مهما تغير هذا ام. ثانيا قال بين أن النقطة ذات الإحداثيات ناقص 2 و1 تنتمي إلى دالتا أم من أجل كل أم من آر. قال عين قيمة العدد الحقيقي أم حتى تكون النقطة ب 1 1 تنتمي إلى دالتا أم، يعني هذا السؤال وهذا السؤال متعاكسا، هذه مهما كان هذا أم فإن هذه النقطة تنتمي. أما هنا ماذا يقول؟ قال عين قيمة أم، فهنا شرط. رابعا قال نفرض أن أم لا يساوي ماذا؟ واحد عين معامل توجيه المستقيم دالتا أم. قال خامسا عين قيمة أم حتى تكون دالتا أم هذا المستقيم يوازي المستقيم دي ذو المعادلة 10 إكس زائد 8 إكس زائد 5 يساوي صفر. سادسا وأخيرا قال أرسم المستقيمات دالتا صفر ودالتا واحد ودالتا اثنان في نفس المعلم، يعني مرة نعطي لي أم صفر ونتحصل على المستقيم، ومرة أعطي له واحد ومرة أعطي له اثنان. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذا ناتي أبنائي الإجابة على السؤال الأول، حيث قال بين من أجل كل أم ينتمي إلى أر مهما كان أم هذا عدد حقيقي فإن دالتا أم مستقيم، يعني هذه المعادلة تبقى معادلة مستقيم. أولا أبنائي نكتب عنوان، نقول البرهان أن مهما كان أم ينتمي إلى أر فإن دالتا أم مستقيم. لاحظوا جيدا، كما تعلمون أن كل مستقيم له معادلة من هذا الشكل، هي A X زائد B Y زائد C يساوي الصفر. تبقى قضية مرة ثانية ينعدم A ينعدم الـ X ومرة ثانية ينعدم الـ Y، المهم أو ينعدم الـ A أو الـ B. لاحظوا جيدا هنا أبنائي نقطة نقطة، تقول القاعدة عند كل مستقيم له شعاع توجيه، شعاع توجيه إذا قلنا هو U ذو مركبات اللي هو ناقص B و A. في مثالنا هذا لو نلاحظ جيدا، ها هو الـ A وها هو البي، البي هو العدد مضروب، يكون هذا مستقيم إذا كان هذا الشعاع لا يساوي الشعاع المعدوم، يعني مركباته لا تنعدم في آن واحد. لاحظوا جيدا لو نأتي الآن إلى دالتا أم، هذا شعاع التوجيه لهذا المستقيم، ما هو أبنائي؟ اللي هو شعاع التوجيه قلنا هو ناقص بي، يعني هو هذه القمة نعكس إشارتها فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا واحد ناقص أم. لماذا أبنائي؟ قلنا ناقص ماذا؟ ناقص بي، معناه هذه تصبح لنا ناقص أم وهنا زائد واحد مع ماذا؟ مع أ. الأ كم هو أم؟ لاحظوا جيدا ننتبه نقطة نقطة هكذا هكذا أبنائي. إذن وهذه القمة مهما كان لا تساوي الشعاع المعدوم، لماذا؟ لأن إذا كان، لاحظوا جيدا هنا نناقش، نقول إذا كان ماذا؟ واحد ناقص أم يساوي صفر، واحد ناقص أم يساوي صفر، معناه أم كم يساوي؟ يساوينا واحد. لاحظوا جيدا فإن ماذا؟ فإن هذه الواحد لا يعدم، فإن واحد لا يعدم ماذا؟ لا يعدم هذه القيمة، لا يعدم أم في آن واحد. والعكس إذا كان هذا يساوي الصفر، معناه أم يساوي الصفر، فإن ماذا؟ فإن واحد ناقص أم لا يساوي الصفر. إذن فهمتم الفكرة؟ معناه يكون مستقيم إذا كان شعاع توجيهه لا تنعدم قيمه في آن واحد. معناه يمكن أن نجد مثلا هكذا إي اللي هي صفر واحد، بما أن لا يساوي الشعاع المعدوم فهذا هذا شعاع توجيه لمستقيم. إذا قلنا كذلك إي مثلا، هذه أمثلة، واحد صفر هذا لا يساوي الشعاع المعدوم، إذا كذلك يبقى هو شعاع التوجيه لمستقيم. هذا كذلك هنا، إذا انعدم هذا الجزء، هذا الجزء فإن لا ينعدم هذا الجزء، وإذا انعدم هذا الجزء فإن لا ينعدم، يعني قصدنا في آن واحد. نقول
من هذا نقول ومنه ماذا؟ هذه مجرد شروحات فقط. إذا قلنا نقول ومنه دال تام مستقيم مهما كان أم ينتمي إلى R، يعني مهما كان أم من R يمسح كل الأعداد، فإن بما أن حتى ولو كانت هكذا، لاحظوا نقول مثلا أم X زائد و زائد Y يساوي الصفر، ما هو هنا الشعاع التوجيه؟ شعاع التوجيه قلنا القيمة مضروبة في B، B هنا ها هو B اللي هو واحد، تصبح لنا ناقص واحد و أم هنا نعم. هل إذا كان أم تخيلوا يأخذ صفر، هل هذا يساوي صفر؟ لا، إذا هذا كذلك يبقى مهما كان أم فإن هذا مستقيم في هذه الحالة. المهم لا ينعدمان في آن واحد، معناه إذا انعدم هذا، إذا انعدم هذا فإن القيمة التي تعدمها لا تعدم هذه القيمة، والعكس إذا انعدم هذا أم أعطي صفر، لو نضعه هنا لا يساوي كم؟ الصفر. لو قال ما هي قيم، يعني يمكن أن يطرح سؤال يقول ما هي قيم التي تجعل هذا مستقيم؟ فإن مهما كان هذا آم، لأن الذي يعدم هنا والذي يعدم هنا، مهما كان يا أبنائي هذا آم يمسح آر فإن هذا يبقى مستقيم فقط. هذا هو الجواب على هذا السؤال. نأتي بعدها إلى السؤال الآخر، قال بين أن النقطة ذات إحداثية ناقص 2 صفر تنتمي إلى دالتا آم من أجل كل آم يمسح آر. إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن آ تنتمي إلى دالتا آم مهما كان ماذا؟ آم يمسح آر. إذا هنا ماذا نقول؟ نعوض بإحداثيات وبإحداثيتي لا يهم، بإحداثيات آ فنجدها تعدم ماذا؟ أو تحقق، نقول أفضل تحقق المعادلة مهما كان آم ينتمي إلى آر. كيف ذلك أبنائي؟ معناه نأتي بهذه المعادلة اللي هي هذه المعادلة الوسيطية التي تحمل الوسيط آم، ونعوض بقيم ماذا؟ بإكس وإجراج لهذه النقطة، نعوض هنا بناقص 2 ونعوض هنا بإثنان وننشر سوف نجد صفر. تعالوا ننشر سبحان ناقص 2 آم وهذا في هذا زائد 2 آم وهذا في هذا ناقص 2 زائد 2 يساوي هذا مع هذا وهذا مع هذا، إذا تصبح تساوي صفر. نقول يعني مهما كان هذا آم لا يوجد له دور لما تأتي هذه الإحداثيات يا أبنائي. نقول ومنه آ تنتمي إلى دالتا آم مهما كان آم ينتمي إلى آر أو يمسح آر. لاحظتم؟ يعني لما عوضنا بهذه القيم في هذه المعادلة انعدمت مهما كان آم يأخذ صفر أو مليار. المهم أن المعادلة أصبحت محققة فقط أبنائي. نأتي بعدها إلى السؤال الآخر، سؤال آخر هذا أمر عكسي. لاحظوا السؤال الأول قال هذا السؤال، دققوا معي حتى تفهموا قضية كيفية طرح الأسئلة. هنا قال بين أن النقطة A تنتمي إلى M مهما كان، أما هنا لا، قال عين قيمة العدد الحقيقي M حتى تكون النقطة تنتمي إلى دلتا M، يعني الأمر هنا نجد قيم M، أما هنا قيم أم كلها ذهبت فأصبحت مستقلة، هذه النقطة معناها مستقلة عن أم، أما هذه تابعة لأم، فنقول هنا تعيين العدد أم حتى بي تكون تنتمي إلى دالتا أم، هنا حتى يعني أمر شرطي. إذن ماذا نأتي أبنائي؟ نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا، وهذه القيمة نعوضها هنا، فيبقى لنا معادلة ذات المجهول آم نجد حله، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا آم في واحد زائد آم ناقص واحد في واحد زائد اثنان يساوي الصفر، يساوي الصفر لأن قال هو عين قيم آم، نحل هذه المعادلة، فتصبح لنا آم زائد آم ناقص واحد، يعني هذا هنا لما ننشر الواحد لا يحدث شيء، زائد اثنان يساوي صفر. آم وآم معروفة أنها اثنان آم، وهذا يعطينا كم؟ واحد، ننقله إلى الطرف الآخر، تصبح لنا تساوي ناقص واحد، ومنه آم يصبح يساوي ناقص واحد على اثنان. إذا نقول حتى ب تنتمي إلى دالتا آم يجب أن ماذا؟
أن يكون am يساوينا ناقص واحد على اثنان فقط. نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الجزء الرابع. قال نفرض أن am لا يساوي الصفر، لا يساوي الواحد. سوف تلاحظون لماذا استثنى الواحد. قال عين معامل توجيه المستقيم دالتا ام. إذا نكتب هنا تعيين معامل توجيه ماذا؟ دالتا ام، هذا المستقيم. نحن نعلم، نقول نحن نعلم أن كل مستقيم له معادلة من الشكل. المستقيم له عدة أشكال من، تبقى هي نفس المعادلة لكن لها أشكال. هي المعادلة y يساوي ax زائد b. هذا يا أبناء يمثل معامل التوجيه، والعدد المضروب في الإكس، لكن لما تكون مكتوبة من هذا الصنف ليس من الصنف ax زائد b y زائد c يساوي صفر، لا. يعني هذا ذلك تصبح لنا كتابة أخرى. نحن نتحدث عن الكتابة المعروفة التي نسميها الدالة التألفية. لاحظوا جيدا أبنائي، إذا معناه سوف نأتي بهذه عبارة هذه ونكتبها على هذا الشكل فقط. كيف نكتبها على شكل y ax زائد b؟ لاحظوا فماذا ينتج؟ أولا ننقل هذه القيمة إلى الطرف الآخر، وأنقل هذه القيمة إلى الطرف الآخر، تصبح لنا m ناقص واحد في y يساوينا ناقص m x ناقص اثنان. لم أفعل شيء، إذا قلنا ناقص، نكتب ناقص اثنان، لكن عندنا هذه القيمة بما أنها في لها الحق أن تنتقل هنا إلى المقام. إذا ماذا تنتقل؟ تنتقل إلى m، تصبح لنا m ناقص واحد، وهنا m ناقص واحد، وتحذف من هذا المكان. لاحظوا أبنائي هنا ودققوا بأم عينيكم، قلنا معامل التوجيه هو العدد المضروب في الإكس في هذه العبارة، هنا كذلك هو معامل التوجيه. نقول ومنه معامل توجيه ماذا؟ توجيه دالتا ام، هو إذا قلنا سميناه أ يساوينا كم؟ يساوينا ناقص ام على ام ناقص واحد. لاحظوا لماذا استثنى الآن آم، قال لا يساوي واحد، لأن لو كان آم تخيلوا يساوي واحد هنا في المقام، واحد ناقص واحد صفر، وهذه ما درسناها، ما درستم في الدول القيم الممنوعة، لهذا قال مع آم لا يساوي واحد لأنه يعدم لنا المقام. لاحظتم لماذا استثنى هذه الكلمة وقال نفرض أن آم لا يساوي الواحد. عين معامل التوجيه، إذا فكتبت المعادلة أصبحت مكتوبة ها هو آ والإكس مع إكس، والبي ها هو البي اللي هو ناقص اثنان على أم ناقص واحد فقط. نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الذي بعده. قال عين قيمة أم حتى تكون دالتا أم، هذه المستقيم يوازي المستقيم دي ذو المعادلة 10 إكس زائد 8 إي زائد 5 يساوي صفر. إذا نكتب هنا تعيين ماذا؟ قيمة أم حتى دالتا أم يوازي المستقيم دي. لاحظوا هنا أبنائي نقطة نقطة. أولا نقول ليكن إي دالتا أم هذا شعاع توجيه لمن؟ لدالتا أم، أي يصبح مركباته إي دالتا أم هكذا، مركباته معروفة إنها ناقص بي وأ، ناقص ب ها هو البي وها هو الأ، تصبح لنا ماذا؟ ناقص يعني هذه قيمة تخيل نضربها في ناقص، ماذا تصبح؟ تصبح لنا أ، تصبح لنا واحد ناقص أ، والأ هو أم. ونقول كذلك وليكن ماذا؟ في دي يعني شعاع توجيه لمن؟ لي دي، فيصبح لنا في هذا لي دي، في دي هكذا مركبته أو مركبة الشعاع ناقص بي، ها هو البي 8، تصبح لنا ناقص 8 مع ماذا؟ مع أ اللي هو 10. ونقول أولا نقول حتى يكون دالتا أم يوازي دي، عفوا قلت يوازي دي
يجب أن ماذا؟ أن يكون ضاد إي، هذا إي اللي هو شعاع التوجيه لدلتا أم يوازي الشعاع في حسب شرط التوازي. فإن ماذا تقول القاعدة؟ إذا جئت هكذا، أنا سوف أكتبهم أمامكم، واحد ناقص أم، وعندنا أم، وعندنا الآخر ما هو؟ اللي هو ناقص 8 و10. ماذا تقول القاعدة؟ تقول هذا في هذا ناقص هذا في هذا يساوي الصفر. هذا هو شرط التوازي أم قد درستموه. فتصبح أنا 10 في ماذا؟ في واحد ناقص أم ناقص هذا في هذا ناقص أم في ناقص 8 يساوي الصفر. ويبقى لنا الآن هو المجهول، سوف نقوم باستنتاجه. نحل هذه المعادلة، تصبح لنا 10 ناقص 10 أم زائد ماذا؟ زائد، لاحظوا، زائد هذا في هذا زائد 8 أم يساوي الصفر. لم أفعل شيء. فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه هذا ننقله إلى الطرف الآخر، وهذا نجمعه مع هذا، يصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص 2 أم يساوي لنا ناقص 10. الناقص من هنا يذهب، ومن هنا يصبح لنا أم يساوي لنا 10 على 2 ويساوي لنا 5. إذا حتى دالتا أم يوازي دي يجب أن ماذا؟ أن يكون أم يساوي لنا 5، وانتهى الأمر فقط أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الأخير اللي هو أرسم. قال أرسم دالتا صفر ودالتا واحد ودالتا اثنان في نفس المعلم، هو ها هو المعلم أمامكم. أولا نأتي إلى دالتا ماذا؟ دالتا صفر. ما المقصود بذلك؟ معناه نعوض هنا بصفر وهنا بصفر، فهذه تذهب كليا، تصبح لنا ناقص هكذا ناقص إيكراك زائد اثنان يساوي الصفر. لو ننقل هذه القيمة إلى هنا تصبح لنا ماذا؟ إيكراك يساوي لنا اثنان. إيكراك يساوي لنا اثنان اللي هو ها هو المستقيم، المستقيم الأفقي هذا. هذا إيكراك يساوي لنا كم؟ اثنان. نأتي كذلك اللي هو هذا، ماذا سميناه؟ نسميه دالتا صفر. نأتي الآن بعدها أبنائي إلى بعدما استخرجنا دالتا صفر، نأتي الآن إلى دالتا واحد بنفس الخطة. إذا عوضت هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد، فماذا ينتج؟ ينتج لنا دالتا واحد يصبح يساوي لنا إكس، هذا يذهب كليا لأن واحد ناقص واحد، زائد اثنان يساوي الصفر. يصبح لنا كم؟ لاحظوا جيدا أبنائي، يصبح لنا إكس يساوي لنا، ننقل هذا إلى هنا، ناقص اثنان. إكس يساوي لنا ناقص اثنان هو هذا المستقيم، انظروا مستقيم العمودي يسمى إكس يساوي لنا ناقص اثنان، إذا سميناه دالتا واحد. لاحظتم يعني الأمر جد جد بسيط فقط أبنائي. عندنا كذلك لما نأتي الآن إلى دالتا اثنان، دالتا اثنان معناه نعوض هنا بماذا؟ نعوض هنا باثنان وهنا باثنان وهنا باثنان، فتصبح لنا دالتا اثنان قيمته اثنان إكس زائد إيكراك زائد واحد يساوي الصفر. هنا معناه سوف نستعين بالجدول المساعد. إذا استعملنا الجدول المساعد هكذا عندنا إكس وعندنا إيكراك. الآن إذا أعطينا لإكس صفر، هذا نعطي له صفر صفر، فتصبح لنا هذه صفر وننقل هذا إلى هنا، فماذا ينتج؟ ينتج أنه يصبح لنا ناقص واحد. ثم تخيل نعطي له واحد، نعطي للإكس هنا واحد، فماذا ينتج؟ ينتج تصبح لنا هذه القيمة كلها اثنان، فتصبح لنا هذا مع هذا كم؟ تصبح لنا ثلاثة. ننقلها إلى الطرف الآخر، تصبح لنا إيكراك يساوي ناقص ثلاثة. إذا إكس كم أخذ؟ اثنان. والإيكراك لاحظوا جيدا، قلنا أولا أعطينا له واحد، عفوا أعطينا للإكس واحد، إذا هنا أصبحت كل هذه اثنان، أصبح لنا كم؟ ناقص ثلاثة. إذا أصبح لنا النقطة، إذا سمينا هذه نقطة أ وهذه ب، صفر مع ناقص واحد، صفر مع ناقص واحد، والثاني هو واحد مع ناقص ثلاثة. قلنا واحد مع ناقص ثلاثة سوف تكون في هذا الموضع، ثم نقوم بماذا؟ بالربط ما بين هذه المستقيمات فقط يا أبنائي، هكذا هكذا، هذه هي المستقيمات، لاحظوا
ركزوا أرجوكم، ربما يوجد لنا خطأ، نتابع جيدا. إذن كما قلت أبنائي، إذن تصبح لنا هكذا، انظروا هكذا، ربما الرسم كنا مخطئين فيه فقط هكذا. لماذا؟ يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ ألم نبرهن على أن جميع المستقيمات تتقاطع في النقطة ذات الإحداثيات التي ذكرناها في السؤال؟ قلنا ناقص 2 و 2. يقول أحدكم أين هذا السؤال؟ سوف أريكم إياها. هو السؤال برهن أن مهما كان أن فإن داء تنتمي إلى دالتا أم، حيث أ ناقص 2 و 2. لاحظتم، ها هي أمامكم، قد ظهرت هذه الأمور هنا، إنها هذه هي في هذا المكان، نسميها النقطة أ. إذن كل المستقيم الأسود مع الأحمر مع الأزرق كلها تقاطعت في نفس النقطة، ولو حتى زدنا دالتا 3 دالتا 4 دالتا 5 دالتا حتى دالتا 100 كلها سوف تتقاطع في هذه النقطة الوحيدة فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روحهم الطاهرة. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.